صباح الخير ليلى. صباح الخير نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم برحله صباحيه جديده فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا لليوم، لكن كالعاده مع بدايه كل نهار بنتمنى نهار يحمل الخير والبركه والرزق الكثير والانفراج لكل الناس يا رب. على جديد نهارك سعيد يا نور ونهاركم سعيد لكل مشاهدينا. هيك ما في احلى من انه نطلع من البيت ونقول يا رب ونتمنى امنيات وهيك نساهم انه تتحقق على ارض الواقع، كلنا هيك ندعي لبعض عن جد من قلبنا انه ان شاء الله كل شيء بنتمنى يتحقق والخير والسلامه والصحه لاهالينا لاولادنا. ورح اكيد نكون ضمن صباحنا بفقرات عديده رح تهم الكثير منكم، ولكن خلينا نروح لفاصل لحتى بلش بصباحنا لليوم. اما هلا ليا خلينا نتابع مع المشاهدين اهم الاحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 25 الأول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1905 ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميلاً في 39 دقيقة مستخدماً طائرته المسماة رايت فلاير 3، وهو ما اعتبر رقماً قياسياً صمد حتى سنة 1908. وفي عام 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا. بعام 1962 عرض فيلم دكتور نو، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند. وفي عام 2017 فوز البريطاني من أصل ياباني كازو إيشيغورو بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2017. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1713 دينيس ديدرو، فيلسوف فرنسي. ومن الشخصيات يلي غياب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1976 لاراس أونساغر، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968. ومتابعين اكيد بصباحنا والى جامعه دمشق وتحديدا الى قاعه رضا سعيد، حيث عقدت ندوه تعريفيه بعمل المعهد العالي للترجمه وربط بسوق العمل. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. عقد المعهد العالي للترجمه والترجمه الفوريه ندوه تحت عنوان مهنة الترجمة وجامعة دمشق في خدمة المجتمع، وذلك في صالة رضا سعيد للمؤتمرات. ضمن برنامج الندوة المعلن هنا نتحدث عن واقع الترجمة في سوريا، واقع تدريس الترجمة في سوريا والآفاق المستقبلية، وأيضا نضع سؤالا مهما يعود إلى النقطة الأولى التي ذكرتها، هو هل يكفي التأهيل الأكاديمي، يعني هل تكفي الدراسة في الجامعة إلى لكي يدخل المترجم في سوق العمل أم لا؟ هل هنالك حاجات أخرى؟ ندوة ضرورية للتعريف بدور المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية في مجال تأهيل المترجم في اختصاصات متعددة. هاي الاختصاصات تحتوي اختصاص الترجمة التحريرية واختصاص الترجمة الإلكترونية والسمع بصرية واختصاص الترجمة الفورية. الندوة تتضمنت جلستين تعريفيتين عن مسيرة المعهد العالي للترجمة في سوريا وعلاقة التأهيل الأكاديمي بسوق العمل ودور الجامعة ومتطلبات سوق العمل، كما عرضت بعض المشاريع لطلاب المعهد العالي للترجمة. الفعالية هي اللي عم تصير، الاهتمام باليوم الترجمي اليوم العالمي للترجمة على مستوى الأمم المتحدة ومستوى كل الدول ومن جملتها سوريا طبعا، هي بتبرز أهمية دور الترجمة والمترجمين بالتواصل بين الشعوب، ببناء جسور التفاهم، بإبراز أنا بالنسبة إن قضايانا نحن والدفاع عنها، تعديل الصورة المشوهة اللي أعدائنا عم يحاولوا يرسموها عن بلدنا وعن إرثنا الحضاري وتاريخنا. المداخلات كانت على مستوى عالي جدا، بتناقش يعني الأمور كلها بشكل جيد وواضح. نحن نحتاج إلى فعالية أو آلية
لآلية تنفيذ لكل المقترحات والآراء اللي وردت. وإن شاء الله نحن نتمنى بجهود كافة الجهات المسؤولة أن نرتقي بعمل الترجمة إلى المستوى المطلوب. المعهد العالي للترجمة أحد روافد العلم والمشهد الثقافي في سوريا، ويسعى خلال مسيرة عمله وأنشطته إلى دمج المعرفة الأكاديمية بسوق العمل. أما هلأ بننتقل لأولى محطاتنا لليوم، أكتوبر الشهر الوردي اللي بيتم فيه التذكير بأهمية الحملة العالمية للفحص المبكر عن سرطان الثدي، دائما بنسلط الضوء على هذا الموضوع برحلاتنا الصباحية على مدار العام وبشكل سنوي خصوصا بهذا الشهر، لأنه يمكن كثير من الصبايا ومن السيدات من خلال الفحص المبكر ممكن يتم عملية شفاء كامل، ممكن تكسب صحتها وحياتها. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. صباح الخيرات دكتور. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي شو يعني سرطان الثدي، شو يعني سرطان يصيب السيدة بالثدي ويتم استئصال، ما يتم استئصال، يتم شفاء أو لا، خلينا هيك بس نشرح علميا شو يعني. سيدتي أولا تعي ننطلق من تسمية انه هداك المرض بعيد الشر هيك الناس تتحاشى حتى ذكر اسمه. خليني انطلق من هي الجمله لسبب انه فعلا لما بنشتغل على الكشف المبكر، وطبعا اكيد مشكورين انتم وكل الجهات اللي عم تقوم على هذا الموضوع، انه الكشف المبكر عن سرطان الثدي صار في وقتها فينا نذكر كلمه سرطان الثدي بدون ما نقول انه بعيد الشر هداك المرض. اوكي، يعني شوفي الايجابيه الهائله اللي ممكن ناخذها بالقصه. هلا سرطان الثدي هو عباره، خلينا نقول خليه من خلايا الثدي الطبيعيه خرجت عن الطاعه، ما بقى في كنترول عليها، ما بقى في سيطره. اعطي مثال، انه بدل ما تنقسم مثلا كل يومين الخليه تصير خليتين والخليتين اربعه، ممكن تعمل هذا المعدل خلال ساعه. يعني طلعت خارج السيطرة تماما. أكبر مثال عليها أنه نحن لنوصل لكتلة سرطانية قطرة سنتي 1 سنتيمتر بالثدي تحتاج إلى 5 سنوات. ولكن يلي قطرة سنتي ولتصير 2 سنتي فقط 2 سنين أو أقل. بيصير متسارع بشكل كبير. متسارع بشكل، لأنه كنا بالأول بكم خلية خارجين عن السيطرة، بعدين ما بقى عدد هائل خارج عن السيطرة وما بقى تلحق له. فلذلك سرطان الثدي هلأ هو بالتعريف أولا هو سرطان شائع جدا. صحيح. باختلاف الإحصائيات ودقتها من بلد لبلد، عالميا بنقول يصيب واحدة من بين 6 إلى 8 يصيب من الإناث أو البنات أو السيدات، طبعا وأكد على البنات أو السيدات. وهي نحن عم نحكي عن عدد متزايد، قبل كان 1 كل 10، نحن عم نشوف طبعاً أرقام طبعاً متزايدة طبعاً. ويمكن الهدف أساسا من هي الحملة، ونحن عبر وسائل الإعلام دائما نذكر أهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، التوعية قديش المهم دوريا نعمل فحوصات طبعاً. وأساسا في فحوصات مجانية بدعم من وزارة الصحة. خلينا دكتور أشرت لنقطة كتير مهمة لما عم تقول إنه لما نحكي عن كتلة هي 1 سنتي، يعني نحكي عن 5 سنوات. نعم. خلينا قبل ما نحكي عن أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه، التوعية اليوم قديش مهمة؟ يعني نحن عبر سنويا على مدار العام نحن عبر برنامجنا وعبر وسائلنا عم نسلط الضوء على هذا الموضوع بدعم كمان وزارة الصحة بجميع المحافظات، وقلنا قديش بالبداية المقدمة الست بتكسب حياتها وصحتها. لما نقول سرطان هذا الموضوع مرتبط بي يا موت يا حياة، يعني هذا فقط المربوط بذاكرتك للأسف. خلينا نحكي عن أهمية التوعية اليوم لكل صبية بتكسب صحتها، لا يعني 5 دقائق يمكن هي الكشف بتكسب صحتها فينا نقول على طول، وبنفس الوقت عم نشوف أرقام متزايدة رغم الحملات التوعية اللي عم نقوم فيها. طيب أنا رح انطلق من آخر جملة قلتيها وهي جدا هامة سيدتي، إنه ازدياد نسبة الإصابة ولكن نسبة الوفيات بقيت ثابتة. إذن حملات التوعية قديش ضروري وعم تجيب نتيجة، ولكن نحن عدم التزامنا الشديد بحملات التوعية وخوفنا من الإجراءات اللي هلأ بنحكي عنها هي بالكشف المبكر، الخوف تبعنا
وخوفي منه اوقات مريضه بتقول لك انا ما بدي اعمل صوره المامو لانه جارتي قالت لي انه توجعت كثير لانه بدها تضغط على البورد على اللوح تبع التصوير بدها تضغط بثديين او حاله مكران احيانا خوف ما بدها تعرف يعني طبعاً كثير طبعا 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 ما حابه اعرف ايه يعني اسباب قصدي كلها هي اسباب واهيه لحتى انه هن عم يبتعدوا عن الكشف المبكر. هلا لما بنرجع للنقطه اللي ذكرناها سوا انه كتله لتوصل لسنتي 1 سنتي بدها 5 سنين. طيب اذا نحن قلنا طبعا لما بنكتشفها ب 1 سنتي الكتله استئصالها للكتله او استئصال قسمي او جزئي للثدي يعني نسبه شفاء حوالي 98% يعني 100% عمليا شفاء تامه. طيب اذا نحن بنقول انه كل سنتين مره البنت او السيده تعمل صوره الايكو والمامو وطبعا من ضمن الاجراءات اللي رح احكي عنها انه هي معناتها عندها فرصتين على الاقل فرصتين لتكتشفه هو تحت السنتيمتر او لحد السنتيمتر واقل ويساوي هذا الكلام نسبه شفاء 100%. اذا جدا جدا هام صحيح. هذا الموضوع. نعم سيدتي. نعم دكتور خلينا ننتقل إلى المرحلة التالية وبعد الكشف عن السرطان. في يمكن تحاليل كثيرة بدها تعملها السيدة وخزعات إلى آخره. اليوم ضمن التحاليل عم يطلع بأغلب حالات كثير سمعتها يمكن صارت شائعة جدا عند مخبر مثلا عم تطلع سليمة الكتلة أو ما فيها شيء، عند مخبر تاني لا فيها شيء. وشو الفرق بين السرطان الذكر والأنثى؟ خلينا هيك شوي نحكي شو هل المخبر عليه الحق ولا يمكن الحالة مبينة بس نوضح هاي القصة. خليني لك شغله، سرطان ذكر أو أنثى هذا تسمية شائعة بين الناس، هي تسمية طبية خاطئة. أوكي. كثير منيح إنه وضحنا هاي النقطة. خلينا ننهيها من هلا. هلا لما منشوف وخلينا نحكي بتفاصيل، لما بتقولي إنه نحن عم ناخذ نفس البلوكس البلوكات أو السلايدات الإزاز وإنه يقراها دكتور باثولوجي مخبري ويقول إنه هاي سليمة ونفسها ناخذها لمخبري آخر لباثولوجيست آخر ويقول إنه لا فيها خباثة، لا هي نادرا ما نشوفها إلا ببعض الحالات يلي هي موجودة بكل أنواع السرطانات بكل الجسم عند رجل المرأة والكبار والصغار يلي هي من إلا حالات بوردر يعني حالات حدية ما منعرف ناخد القرار فيها حتى تحت الميكروسكوب تحت المجهر ما بتكون هي عطيتنا إنه ميالي للخباثة ولا ميالي للسلامة. أما هي نفس السلايد لا ما بيصير في خطأ هيك. هلأ بنحكي نقطة تانية مهمة كتير إنه لما نجي بنعمل نحنا صورة الإيكو والمامو بالثديين بنلاقي عنا ببعض الحالات بيعطينا إيجابية كاذبة بمعنى إنه بيفرجينا إنه في كتلة غالبا ما تكون تيومر أو كانسر سرطان. لما نجي بنعمل إجراء الأبعد اللي هو الـ FNA يلي الخزعة يعني Fine Needle Aspiration الخزعة أو نستأصلها نبعتها بتطلع سليمة والعكس كمان صحيح. إذا مجموعة الإجراءات يلي نحن بدنا نعملها هي مجموعة متكاملة يلي بتبدأ من الفحص الذاتي للثدي يلي السيدة كل شهر تعمله أو البنت كل شهر تعمله مرة وإجراء جدا بسيط بتمالتي حضرتك ما بياخد دقيقتين ثلاث دقائق من وقتها بتكون بعيدة عن وقت الدورة وقت بيكون في احتقان بالثدي مرتاحة بعد الحمام بتوقف قدام المراية أو بتستلقي على سريرها بإيد اليمين بتفحص ثدي الأيسر وبإيد اليسار بتفحص ثدي الأيمن وتحت القبطين طبعا فيها تفحص بشكل دائري بدءا من الحلمة بدوائر دوائر حول الحلمة لتغطي كامل الثدي أو تعمله أربع أرباع تاخذ كل ربع لحاله تفحصه. طيب واللي ما عندها بيريد دكتور اللي قطعته؟ اللي قطعته فيها تفحص انت ما فيها تفحص انت ما كان نحن ليش بقول اللي عندها بيريد لانه ممكن في كثير بنات بصير عندهم احتقان او تحجير بالثدي فممكن يضيع عليها انه يلي عم تجسها هل هي كتله حقيقيه ولا هو مجرد احتقان لانه بدها تجي الدوره. تمام؟ فلذلك هلا هذا اول اجراء، الاجراء الثاني المهم هو على فكره أغلبية أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة تكتشفها صاحبة العلاقة هي بفحصها لحالها بس بتكتشفها يعني متأخرة
يعني لما نقول عم تعمل فحص هي كتلة، يعني نحن عم نحكي عن مراحل لو وصلت للكتلة، في أعراض ممكن تقول بتنبهها؟ يعني في، لأنه نحن عم نشوف مثلا في حالة نكران، يعني أنا ما بروح الدكتور، أحيانا نحن متعايشين مع الأوجاع اللي بجسمنا، يعني مثل ما عندنا ثقافة، إيه ما عندنا هي الثقافة إنه أنا إذا شعرت بألم بسيط إنه ممكن استشير دكتور، بنروح يعني للسقف الأعلى من الألم، بنروح للغيبية بالأصل للألم، للسقف الأعلى للألم. طب في مؤشرات، يعني كثير صبايا مثلا نستضيفهم أو بالمحيط بتقول لك أنا حسيت بكتلة، بس قبل هي الكتلة ما في بعض الأعراض ممكن هي تتنبه إنه أنا حسب توضع المكان الكتلة هون بتلعب دور كبير. إذا كانت قريبة للحلمة بتلاقي بتظهر أعراض على الحلمة ممكن، بس للأسف أغلب الأعراض السريرية الواضحة بيكون نحن عم نحكي عن مرحلة أدفانتج شوي متقدمة بالقصة، يعني ما في أما مثلا نشوف إنه شكل الحلمة تغير، صار في نزلة من الثدي من الحلمة، غارة الحلمة، الكرنش الجلد فوق هيك صار متجعد الجلد فوق شوي، غدد اللمفاوية الموجودة ممكن هي بالعقد بالعقد تحت القبض ممكن تقص، هي طبعا ممكن تجسها. هلا هي ما مطلوب منا تشخص انه هذا لانه كانت مجروحة اصبعتي ام طلعت لي العقدة تحت القبض، لانه ممكن تكون هي عقدة التهابية لانه هي خط دفاع موجودة. صحيح. اوكي، هلا هي ما مطلوب منا تشخص، هي تنتبه في شيء ابنورمال عندها تراجع طبيبها. فلذلك قلنا الفحص الذاتي، الفحص الذاتي اللي هو كل شهر تعمله مرة. الشيء الثاني يلي هي انه كل ما بتروح لعن طبيبة نسائية لاي سبب من الاسباب، اذا طبيبة نسائية نسي او ما عنده وقت ليقدر يفحص للثديينة تطلب هي انه يفحص للثديينة، لانه كمان وقتها بتكون ايدين الجراح نسائية دكتور نسائية دقيقة جدا بهذا الموضوع وبيوجهها. بلس انه منروح بقى مثل ما عم نحكي هلا بالحملة الموجودة يلي هي صورة الايكو والمامو للثديين. مع العلم بدي اقول احصائية هامة، رقم جدا هام، انه سرطان الثدي هو السرطان القاتل الثاني للمرأة. صحيح. بعد سرطان الرئة. صحيح. تمام، يعني شغلة فعلا مرعبة، ولكن بالجانب الاخر برجع منقول انه لما نشتغل بشيء اسمه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، برجع بقول اذا كتله 1 سنتي بدها 5 سنين هي عندها فرصتين اذا كل سنتين مره بتعمل. طبعا هذا المعدل العادي، الا عندنا بعض الحالات الثانيه اللي ممكن كل 6 شهور لازم تعمل صوره. وحده اما مصابه كان عندها في حاله بالعائله، اختها عندها اخت مصابه، هي يعني الاقرباء درجه اولى، هي ممكن نطلب منهم كل 6 شهور تعمل صوره ايكو مامو، عادة كمان انه الطبيب يفحصها وهي تفحص حالة بشكل ذاتي. بدي اقول شغله انه خاصه في عندنا فئات التعرض اعلى، بمعنى الشريحه العمريه يلي ممكن نشوفها. نحن بالاول كنا نشوف بالاول، ونرجع لكلامك اللي قلتي لي انه في ازدياد بنسبه الاصابه، هلا مو بس ازدياد بنسبه الاصابه باعداد الاصابه، لا كمان في اختلاف بتنوع الشرائح العمريه اللي كنا نشوفها من 30 40 سنه. بمعنى نحن سرطان الثدي لفتاة عمرها تحت 25 سنة كانت نسبته فقط 1%. هلا لا صارت نقول فوق ال 40، هلا عم نشوف تحت 40 45 تحت 30. صحيح. وال 25 سنة لا، هلا عم نشوفه عند فتيات صار هدول نسبتهم اعلى. هلا بتقولي لي سبب واضح ما بنعرف، بس بنعرف انه اوقات طبيعة الغذاء بتلعب دور، الكحول بيلعب دور، ستايل الحياة اختلف كمان يمكن بيلعب دور. عفوا، ستايل الحياة كله على بعضه. السمنة الزيادة بتلعب دور، التدخين بالإحصائيات، التدخين مو بس بيزيد نسبة إصابته بسرطان الرئة، لا بيزيد نسبة إصابته بسرطان الثدي. إذا في مجموعة، يعني مجموعة من الأعراض ومجموعة يعني مجموعة من عوامل. إيه يعني لما بتكون وحدة بالعائلة لازم ننتبه أكثر. لو بنت صغيرة عمرها 25 سنة وهي الأم أصيبت، لا بنعملها، وخاصة إذا كانت إصابة الأم أما مثلا أو أختها بأعمار صغيرة كمان، لا منبلش معهم من أعمار أصغر بالفولو أب المتابعة لها. طيب دكتور، بما أنه هلأ عم نوضح حكي شوي لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، بيقولوا ما تردعي للسنة،
ما بصير بصير معك سرطان ثدي، بيقولوا ليف معك ليف معناتها بالرحم ولا بالثدي غده ليفي. نعم اذا عندك غدد ليفيه هي اكيد رح تصير سرطان. ففي اقاويل كثيره وفي حكاية كثيره ويمكن ان عم يستخدموا النت. شو رايك تقولي لي كل الاقاويل رد عليها فورا لسبب؟ لا يعني ما كثير في ببالي، يا ريت كون هيك مسجلتهم. بس مثلا خلينا نحكي عن الرضاعه، خلينا نحكي الارضاع. حكينا عن الوراثه، هي الارضاع يحمي من الاصابه بسرطان الثدي. خلينا نكون واضحين. الإنجاب المبكر يحمي من سرطان الثدي، يلي عنده إنجاب متأخر بتزيد نسبة الإصابة عندها. بس لما نقول إنجاب مبكر أي سن؟ يعني في اختلاف. لا بسن الإنجاب الطبيعي يلي يعني هو فوق العشرين أو العشرين أو الثلاثين ل 30 32. أما مثل ما هلا عم بصير تأخر سن الزواج، تأخر الحمل، عم نروح بالحمل ل 36 37 اصلا تعا حلا اذا صار يعني حمل، لانه في نقص خصوبه عالمي بهالنقطه. طبعا هذا موضوع اخر. تمام. فشوفي اقاويل شائعه لانه كثير كمان عن الليف. خلينا نركز دكتور، انا كل حلقه يمكن نحن بالعموم نسالك عن الليف لانه طيب. دائما بيقولوا معك ليف داء غدي ليفي علي عليك اكيد رح يصير الافات الحميده بالثدي غالبا داء غدي ليفي او داء كيسي. هدول افات سليمه. رح ضيف فوقها معلومه يلي هي نحن لما بنعطي ادويه هرمونيه للبنت مثلا بغرض تنظيم الدوره، عسره الطمث، بلا بلا بلا، بي سي او، مبيض متعدد الاكياس اللي هو تمام، اكني يا حب شباب شعرانيه، بيقولوا لك انه معك كيسات او داء ليفي بالثدي، بكره بده يزيد يصير عندك سرطان الثدي لانه عم تاخذي دواء هرموني. بنقول لهم الجمله التاليه، ارجو الانتباه، واللي يسمعنا يعني يسمعنا يبلغ اللي ما سمعنا. هي نفس فكره مانع الحمل ايضا. تماما تمام، بيلز. نعم هي هي، انه بالعكس يقي من يقي بحوالي نسبة 40-60% من تحول الآفات السليمة لآفات خبيثة. بنقول لهم اطمئنوا، يطمئنوا 3 مرات. نعم سيدتي. أكيد بدنا نتشكرك الدكتور أكرم الأحمر أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم، وأكيد يا رب هيك بنتمنى الصحة للجميع. بس مثل ما قلنا الكشف المبكر، الكشف الدوري بكسب الصبية وكل السيدات اللي عم يتابعونا حياتهم اليوم. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحي. صباحك دكتور أكرم، شكرا كثير على المعلومات يلي بتعطينا إياها دائما بطريقة مبسطة وسهلة الإيصال لكل السيدات. نشكر الله، هذا بفضلكم وفضل ربنا دائما. شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلنا علي معلا. صباح الخير يا علي. صباح الخير ليا ولضيفكم الكريم ولنور. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، نفذت أحد تشكيلات القوات المسلحة نفذت مشروعا تكتيكيا عملياتيا بالذخيرة الحية على مدى عدة أيام. شاركت في المشروع مختلف صنوف القوات البرية والجوية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية، حيث قدم مدير المشروع شرحا مفصلا عن فكرة المعركة ومراحل تنفيذها المتضمنة الهجوم من الحركة على مواقع العدو وتحصيناته. في الختام قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة بتقييم مراحل المشروع كافة، وزود القادة الميدانيين المشاركين بتوجيهاته. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مداخل ومخارج مدينة رام الله بعد أن نفذ شاب فلسطيني عملية قرب بلدة سلوات شمال شرق رام الله أدت إلى إصابة أحد أفراد قوات الاحتلال بجروح. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه مناطق متفرقة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، فقد أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المحيطة بمدينة نابلس والطرق الواصلة بين مدن شمال الضفة الغربية ووسطها. يأتي ذلك لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمنطقة. قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب بأن الرد اللبناني حول مقترح ترسيم الحدود البحرية تم تسليمه للسفيرة الأمريكية والتي نقلته للوسيط الأمريكي. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب أن ما تم تسليمه هو رد بالتعديلات التي طلبها لبنان
على المسودة إما الموافقة النهائية على العرض فلم تأتي بعد. في روسيا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عدد الملتحقين بالقوات المسلحة الروسية بموجب قرار التعبئة الجزئية تجاوز 200,000 شخص. قال شويغو أن الأفراد العسكريين الذين تم استدعاؤهم سيتم إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة بعد التنسيق القتالي والتدريب والتخطيط مع الوحدات المشاركة هناك. وطلب شويغو قادة المناطق العسكرية والأسطول الشمالي طلبهم بإجراء تدريبات إضافية مع المجندين بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية من أجل تكيفهم بسرعة مع الوضع القتالي. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نور وليا لمتابعة برنامج صباح نغير. شكراً يا علي، شكراً كثير لك، وأكيد متابعين بصباحنا نجدد التحية لكل مين انضم لصباحنا ومتابعين معكم. أكيد يا نور. أكيد ليا، أم هلا بنتقل تحديداً لمحافظة طرطوس وببانياس. تم افتتاح سوق المهن اليدوية الدائم يضم أكثر من 40 فينا نقول محل في كافة المهن اليدوية. التفاصيل مع مراسلنا بالمحافظة محمد حسن. بالتعاون بين مجلس مدينة بانياس واتحاد الحرفيين بطرطوس وبحضور فعاليات رسمية وأهلية، افتتح في مدينة بانياس سوق المهن اليدوية الدائم. اليوم افتتاحيته مثل ما شايفين، أول شيء حلم تحقق للحرفيين، بالإضافة أنه ما كان يعمل في منزله أصبح عنده منشأة الخاصة اللي هو قادر أنه يروج منتجه من خلالها. بنشوف كل الشرائح موجودة بالسوق، عندنا تميز مختلف تماما. سوق بانياس للمهن اليدوية يضم تقريبا 40 محل، سلمناه ل 40 حرفة، جميع أنواع الحرف، أغلب الحرف كانت تشتغل ببيوتها، يعني راح يكون إن شاء الله لهم قفزة نوعية بالتسويق وبالإبداع. السوق يضم أكثر من 40 محلا تشمل كافة المهن اليدوية من المشغولات والخشب والقش والخيزران والفخار والأقمشة، بالإضافة للمواد الغذائية. مهنتي هي تربية النحل، عندي منحل بنتج منه عسل وشهد، عسل بشهد وشمع عكبر. مهنتي دوتنج ماندالا، يعني هي مهنة جديدة وحرفة نادرة لحد الآن ما أنا موجودة، مثل ما أنك شايف تنقيط بالأكريليك على الخشب بس بشكل متناظر. السوق إن شاء الله يا رب يحقق لنا نجاح، نوصل فكرتنا للعالم ويصير في تسويق. أعطانا مكان تواجد ما كنا نحلم فيه، ويعني مكان وقريب من البلد وقريب من الناس وهيك سهلنا أمورنا. إن شاء الله بيكون فرصة تسويق لمنتجات نحن كنا عم نعملها وكانت مدفونة وهلأ بينت للعالم إن شاء الله. انطلاقة هذا السوق ضمن مدينة بانياس ستحقق دعما دائما لأصحاب الحرف التراثية وتسويق منتجاتهم المتنوعة وضمان استمرار هذه الحرف التي تمثل أصالة وحضارة محافظة طرطوس. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أكيد متابعينا بصباحنا وصلنا إلى فقرتنا التالية، حيث تلعب المشاعر دورا مهما في حياتنا وفي التأثير على قراراتنا واختياراتنا في الحياة. فقد نشعر أحيانا بأنه مشاعرنا عم تسيطر على طريقة عيشنا، على طريقة حياتنا، على طريقة التعامل مع الناس. رح نحكي أكثر عن الأمور وطرق يمكن تكون إيجابية وفعالة وآمنة بالمجتمع لحتى نتعامل فيها مع الناس، لحتى نكون أكثر توازن بعلاقاتنا، مع مدربة التنمية الذاتية حلا الشيخ. صباح الخير حلا، كيفك؟ يسعد صباحك. لما نقول المشاعر، ضبط المشاعر، قديش فعليا نحن يمكن بساعة واحدة بنمر بعدد من المشاعر المختلفة ردود أفعالنا أساسا بتكون حسب المشاعر اللي نشعر فيها. صح. وقديش فينا نضبطها. قبل ما نحكي قديش مهم اليوم نعرف كيف ننظم مشاعرنا، نضبطها، ردة أفعالنا. نحن أساسا شعب عاطفي، يعني بالمجمل حساسين زيادة عاطفيين، نتأثر.
إذا بنعرف المشاعر السليمة يعني اللي هي ما لها علاقة بعدم الوعي، يعني لما أنا أقول في عندي مشاعر فرح، في عندي مشاعر حزن، كيف بتكون سليمة ما فيها أوفرة، يعني ضابطها بطريقة صحيحة قبل ما أفوت إنه كيف فيني أضبطها أنا، يعني ردات فيني أقول ردة فعلي هي صح تجاه هاي المشاعر. هلا اكيد المشاعر مثل ما ذكرتي حضرتك تلعب دور كثير مهم بحياتنا، صحيح. يعني هي جزء من احداثنا اليوميه، يعني خلال اليوم نحن عم نتعرض لكثير احداث ومصيرات خارجيه، صحيح. هاي المشاعر، هاي الاحداث عم تصير عندنا مشاعر مختلفه ومختلطه، يعني عم تلعب بحالتنا المزاجيه، عم تلعب بقدرتنا على الانتاج، فعاليتنا بالتزاماتنا، مسؤولياتنا بالحياه. يعني الواحد مثلا بفيق الصبح متضايق ومزعوج، تاخر على دوامه، بلش يشعر بمشاعر استياء وانزعاج، تعرض لحدث ثاني مثلا سكبت القهوه عليه، رجع كمان زاد مشاعر انه غضب وانزعاج، تاخر على دوامه، فهو عم يمر بحلقه كامله وسلسله من المشاعر. اذا ما كان واعي وقدر يفصل بين الحدث والشعور اللي هو تعرض له، كان واعي بانه ينظمه، فرح يوقع بسلسله متتاليه من الاحداث اللي رح تصير تستفز المشاعر عنده، سواء كانت غضب رح تزيد مشاعر الغضب، كانت انزعاج رح تزيد الاحداث رح تشعره بالانزعاج. فهذا بيعتمد على كل شخص، يعني كيف بقى قدرته بانه يضبط مشاعره ويعرف يحددها ويحسرها، يعني انه يكسر السلسله يعني. نعم. حلا يعني دائما بنقول خلص انا بدي بعد عن العالم، بدي اعيش بسلام، خلص ما عاد اعطي العالم اكثر من حجمه، ما عاد اعطي مشاعر ووقت وجهد الى ناس يمكن اذا ما حكيتها ما بتحكيني. فمنلاقي اليوم شوي العلاقات الاجتماعيه صارت بعيده، ما عاد نقدر نعبر فيس تو فيس، صرنا نعبر على الواتساب، على الانستغرام اكثر، كان بالكومنتس او كان بالتواصل مع الاشخاص الاخرين. لغة التواصل هل صار في إلى نفور يعني بنسبة كبيرة بالمجتمع بين الناس بين الرفقات؟ لغة التواصل مثل ما قلتي أنت اقتصرت اليوم على وسائل التكنولوجيا والوسائل السوشيال ميديا، يعني أنا بشوفك ما بقول لك يعني حبيبتي مثلا، بس إنه ممكن على الواتساب ضل أقول لك حبيبتي حسب اللي هو يعني ترجع لكل شخص، بس أهم شيء نحن ما عندنا القدرة إنه كيف نتعامل مع مشاعرنا، يعني هدول الأشخاص مثلا فاقدين الوعي بمشاعرهم، عندهم انفصال كثير بعيد، يعني نحن كمان التربية والبيئة هم تلعب دور كتير كبير، هي أدت لانفصالنا عن مشاعرنا، إنه عيب تبكي ما بصير تعبر، إذا أنا عبرت عن مشاعري معناته أنا إنسان ضعيف، إذا عبرت عن مشاعري ما رح يحترموني، هي المصطلحات كلها اللي نحن بنرددها أدت نحن ننفصل عن مشاعرنا، فما حد عندنا القدرة على الاتصال معه والتعامل معه وضبطه وتنظيمه. فيعني القدرة على تنظيم المشاعر هي تلعب دور كتير مهم، إني أنا أعرف يعني أفصل مثلا شو المصير اللي صار، شو الشعور اللي أنا عم أشعر فيه، اتقبل هذا الشعور. اليوم كمان في ناس بتلجأ إلى حالة إنه بتكبت مشاعرها، والكبت هو ما بيأدي إنه هي المشاعر تروح، لا، هي المشاعر لا تموت، هي تدفن تدفن تدفن، بدك هيك اقل فرصه لحتى تظهر وتعبر عن حالها. فقديش بنشوف اشخاص اليوم انه من كلمه عمل رد فعل كثير عنفواني وعنيف، قلنا انه ما كانت مستاهله، انه ليش تعصب، هي التراكمات، هي التراكمات على شعره، هي المكان خليت انه هو يعمل ثوره من مشاعر. يعني هي ضمن الاخطاء الشائعه اللي نحن فينا نصنفها اذا بدنا نحكي عنها، انه ما بنقدر فعليا نتعامل مع مشاعرنا وعاطفنا بشكل واعي او مضبوطه متوازن نفسيا. يعني التربيه، البيئه، شو الاخطاء اللي فيه ممكن نحكي عنها، لانه اساسا نحن مصقلين بعشر سنوات من الحرب، فاساسا تماماً. يعني عواطفنا منهكه، صح، يعني فينا نقول تجمدت، صح. تماما. هلا اول خطا هو قلت لك انه المعتقدات اللي عندنا انه انا اذا بينت مشاعري او عبرت عنها معناته انا انسان ضعيف، فلازم هون اول خطوه لحتى اتعامل مع مشاعري اني انا اعترف، يعني انا ممكن مر اليوم بحزن يعني بحدث فقدان شخص عزيز علي، فانا رح اشعر بالحزن. في ناس بتقول لا انا ما بصير احزان، ما بصير ابكي، انا الحياه مستمره، لازم، لا، انت بدك تعيش مشاعرك وبدك تبكي وبدك تحزن وبدك تسمح لهي المشاعر انها تطلع، لانه قلت لك هو كبت المشاعر رح يؤدي انه هي بس رح تغيب شوي عن الساحه، بس مجرد تظهر اي مسير او حدث رح تظهر المشاعر بشكل اقوى، بشكل اعنف من لما كان لازم تظهر بمكانها الحقيقي. يعني ثاني قدرة هي الكبت والقمع والهروب. في ناس كثير اليوم تهرب من مشاعرها، ما فيها تواجهها، دائما شغلة حالة بقصص معينة، روحات، جيات، رفقات، إدمانات معينة، عادات سلبية كثير مضرة هي بس لحتى ما تواجه هي المشاعر. وهي المشاعر كل ما انكبتت كل ما كانت لما رح تطلع وتعبر عن حالها رح تكون تعمل كارثة حقيقية، لأنه أنت رح تأذي حالك ورح تأذي الطرف الآخر، يعني ورح أدي إنه كثير يصير عندي مشاكل بالعلاقات وفقدان التواصل مع نفسي ومع الآخرين يعني.
لازم هون أنا أمتلك التنظيم الذاتي. التنظيم الذاتي هو يعني اليوم نحن صرنا بحاجة نمتلك فن، هو فن الذكاء العاطفي، لأنه الذكاء العاطفي هو بيمكنك بيعطيك قدرات ومهارات تعلمك كيف تكوني واعية لمشاعرك، كيف تقدري ترصدي مشاعرك، كيف يعني البوابة لضبط النفسية. يعني فينا نقول البوابة لضبط المشاعر هو الذكاء العاطفي. تماماً، هو الذكاء العاطفي هو أول مفتاح، لأنه هو اللي بيتعامل مع مشاعرك أنت، وهو بيتضمن هو قدرات ومهارات بتساعدك كيف تتعاملي مع مشاعرك، كيف تقدري تسمي الشعور تحدديه، كيف تنتقلي للقدرة الثانية أنت كيف تنظمي هذا الشعور. يعني أنت أمتى في أماكن مثلاً أنت أوكي ممكن تنزعجي، بس انه مو يعني ما فيك بهذا الوقت تعبري عن هذا الشعور. فيمكن تاخذي ستوب مع حالك، تهدي، اوكي تظبطي افكارك، تنظمي مشاعرك، وتروحي تعبري عن سلوك حازم. مثلا انت ممكن تكوني مثلا بشغلك، فالمدير مثلا حكاكي بطريقه زعجتك هي من جوا كثير، يعني استفزيتك فينا انه، فانت ما فيك تيجي تقولي له فورا انت مثلا عندك حلقه وبدك تكملي مهامك، تكملي مسؤوليتك، تهدى مشاعرك هون شوي، بعدين تلجأ الى سلوك حازم انه انت مثلا حكيت معي بهذا الموقف، يا ريت مره ثانيه ما تحكي معي، اتركي الشغل. تمام، عرفتي بقولك اتركي الشغل. لا هو اكيد رح يفهم مشاعرك، بس اهم شيء انا اكون فهماني مشاعري وعارف اعبر عنها وتوصل للاخرين. صح صحيح. تمام، يعني يمكن اكثر حدا بحاجه انه نحن نكون متوازنين ونعطي المشاعر هو اهل بيتنا. اليوم نحن مقصرين كثير تجاه هون، ممكن نساير اي حدا بالمحيط بالشغل الجيران، ولكن نبعد عن بيتنا، نبعد عن أولادنا. صح. كيف فينا اليوم نرجع هيك نعمل توازن؟ كيف فينا نكب همومنا بسبب أكيد الضغوط والوضع الاقتصادي اللي كتير صعب، اللي هو صار عبء كتير كبير على الأم وعلى الأب أيضا، يعني ما عم يلحقوا بالأخير، دائما استرس، في حالة من التعصيب داخل المنزل. صح. خلينا نحكي اليوم كيف فينا هيك نكب كل شيء برا، بس على القليلة نعطيهم شوية حنان لأطفالنا. تماما، مثل ما نحن عم نشهد اليوم يعني أحداث وظروف هي عم تصير الضغوط عنا، وعم نشعر بحالات نفسية كتير منخفضة، ودائما موترين، دائما معصبين، دائما متضايقين، ما بدنا حدا يحكي معنا. وليش نحن لما بنروح على البيت بتكتر هي الدائرة؟ لأنه نحن البيت هو المكان اللي بنرتاح فيه. يعني أنا بقول يلا ممكن أمي تتحملني، أخي بيتحملني، أما بالشغل ما في حدا رح يتحملني، فهنيك نحن بنظهر على حقيقتنا وراحتنا. فأنا لازم هون مثلا خلال هي الضغوطات اللي عم تعرض لها بالنهار، وعم مر بيوم عصيب يمكن بالعمل، عم تعرض لمثيرات وأحداث خارجية، يمكن بالشارع حدا حكي كلمة، حدا صار موقف، فأنا لازم أخلق هون لحالي يكون واعي ومتوازن، إنه يكون عندي حلقة اسمها حلقة متنفسات عاطفية. بهي المتنفسات العاطفية أنا بقدر إني فرغ هي المشاعر السلبية اللي تراكمت، أو اللي مثلا كده كانت نتيجة يوم أنا مريت فيه، وهي بتختلف من حدا لحدا. يعني ممكن في أشخاص مثلا نحن في عنا استراتيجيات للتعامل مع المشاعر، مثلا مشاعر الغضب هي يعني أكثر مشاعر بيحكوا عنها الناس وبيقولوا إنه هي مشاعر سيئة، هي لا، أكيد هي مشاعر إيجابية، إنه بتحفز للإنجاز للحركة، والمشاعر هي جزء من تكويننا البشري. أنا طبيعي إحزان، طبيعي إغضب، طبيعي إني أتوتر. وبيقول ستيفن هين إنه أنت ما فيك يعني ما فيك تعرف إمتى رح تحزن أو تخاف أو تقلق. صحيح. بس فيك تقرر شو بدك تشتغل مع هي العاطفة لما بتجيك. أول شيء إنك تسميها يعني حسب الشخص وتحددها. يعني أنا عم أقول حلقات اللي تتنفس هي العواطف ما تتراكم، وما قلت أحيانا هي ردات فعل يمكن موقف ما أنه مستاهل فجر. صح. مثل ما قلنا تماماً. طبيعي الشخص كارثة أو فينا نقول حتى الناس بالمحيط صايرة انفعالية بسبب الضغوطات، يعني أحيانا بصير مشاكل وردات فعل ما أنا محرزة. صح. كيف فينا نعطي بعض الأسس؟ لأن يعني كتير حلو الحكي بس تنفيذه على أرض الواقع، يعني أي حد هلا بسمعنا بيقول اوكي انه يلا كله حكي كله حكي. كيف نطبقه لما نقول انا كيف بدي اتعامل لحتى ما تتراكم عندي، خصوصا مثل ما قلتي نحن ربيانين بعادات وتقاليد مثلا حتى ردات الفعل لازم نضبطها، اساسا طريقه ضبطها هن تعلمونا غلط للكبت والصحة. صحيح. وتراكمات. صح. كيف فيني اعطي اسس؟ يعني في ناس بتقول لك مثلا انت معصبه روحي اركدي، يعني روحي صرخي، روحي ما بالضروره مثلا الامهات تلاقيهم من ضغوطات الحياه والشغل عم يفرغوا باولاد، يعني طريقه التفريغ السليمه واسس لكل حدا عم يتابعنا. نحن بنقول 21 يوم هي لتغير مبدئيا كل عادة أو الخطوة. صح. الأساسية للتغيير. شو هي الأسس اللي فينا نشتغل من هون لعشرين يوم عليها؟ تماماً. هلأ مثل ما قلنا أنه هي بترجع لكل شخص، يعني هذا الشخص قديش عنده رغبة عن جد بأنه هو يتغير ويخلق هاي المتنفسات العاطفية بحياته، قدر ما رح يكون هو عنده الإرادة والالتزام أنه يسابر، لأنه هي الناس بتدخل بالمماطل والتسويف دغري. يعني ممكن أول يوم أوكي يلا بقعد بتنفس، بطلع بمشي شوي بنفس هي المشاعر السلبية فرغة. هي في كتير طرق لتفريغ المشاعر السلبية، في كتابة، في إنك تحكي مع حدا شخص توثقي فيه من باب الفضفضة فقط، وليس من باب انه انا بس بدي اشكي. لا، في انه الرياضة، التأمل، الجري، كل حدا له يعني طقس خاص فيه، بس هذا الطقس لازم هو يكون واعي
مدرك اني انا رح اعمل هذا الشيء كرمال فرغ المشاعر السلبيه. مو انا يلا بس بطلع بمشي، لا انا عندي نيه ان انا لما بدي امشي بدي فرغ مشاعري السلبيه، وبدي يكون عم راقب جسمي شو عم بيصير في تنفسي، هل المشاعر خفت حدتها ولا انا طلعت لا صرت اعلق مع الناس بالشارع. بدي يكون واعي كثير منيح وحط نيه انه انا هذا الفعل اللي عم قوم فيه هو بنيه تفريغ المشاعر السلبيه. فهذا الشيء يعني بيرجع لطبيعه الشخص، لانه اللي بيناسبني ما بيناسب غيري. نعم. يعني حلا اليوم عطينا الناس هيك شوية توضيحات لحتى يكون أكثر توازن إن شاء الله، هيك نكون كلنا استفدنا. بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياهم. أهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. أكيد بدنا نشكرك حلا الشيخ مدربة تنمية ذات على وجودك معنا، ومثل ما قلنا يمكن بعض الأسس فينا نحاول نغيرها بطريقة تعاملنا مع عواطفنا لحتى ما هيك نكبتها بشكل كتير كبير وتؤدي لتأثيرات سلبية على حياتنا. نشكرك أكيد كتير على وجودك معنا. أما هلا مشاهدينا ننتقل لمادتنا التالية، وتحديدا إلى مسقط وفعاليات الأيام السينمائية السورية في العاصمة العمانية. تتضمن عرض عدة أفلام سورية أنتجت مؤخرا تعكس أهمية هذا القطاع الثقافي والإنساني. التفاصيل مع مراسلنا. انطلقت فعاليات الأيام السينمائية السورية في العاصمة العمانية مسقط برعاية السيدة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وبالتعاون مع السفارة السورية في سلطنة عمان والجمعية العمانية للسينما والمسرح، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية السورية في السلطنة ونخبة من المثقفين العمانيين. ما مرت به سوريا من ظروف الحرب منذ سنوات طويلة، إلا أنه إصرار الفنان السوري بأن يتواجد كان في حد ذاته يعني حاجة عظيمة تمثل لنا نحن خاصة في الخليج العربي، أنه كنا نتوقع أن يعني تتلاشى أو تنهار صناعة الأعمال الدرامية سواء بشقيها طبعا التلفزيوني والسينمائي، إلا أنه بالعكس يعني وجدنا من رحم المعاناة أن ولدت إبداعات جديدة أخرى تضاف إلى ما أنتجته سوريا. تأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية الثقافة والفن كجسر لتعزيز الحوار والثقافات والتعريف المشترك بين شعبينا الشقيقين بثقافة كل منهما، خاصة وأن سوريا وعمان لديهما حضارة تمتد إلى آلاف السنين. الفعالية تتضمن عرض عدة أفلام سورية أنتجت مؤخرا وتعكس أهمية هذا القطاع الثقافي والإنساني. ففي الافتتاح عرض فيلم دم النخل بحضور مخرج العمل نجدة أنزور، حيث يعكس تكاتف أبناء تدمر والجيش العربي السوري للحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة التاريخية في وجه الإرهاب الذي انتصر عليه السوريون، ولاقى تفاعلا وصدى إيجابي بين الحضور الذين أثنوا على أهمية صناعة السينما والدراما في سوريا خلال سنوات طويلة. تعرف الجمهور العماني الصديق الشقيق اللي له مواقف مبدئية مع الشعب السوري خلال الأزمة على السينما السورية الجادة اللي نحن قمنا بإنتاج مجموعة من الأفلام بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما اللي بتوثق لكل الأحداث اللي مرت فيها البلد، وأيضا توثق للأجيال القادمة أيضا ما حصل في سوريا من تجمعات إرهابية وعصابات إرهابية، وكيف استطاع الجيش العربي السوري أنه يتصدى لهذه الهجمة الإرهابية وأن ينتصر بالنهاية. انطلقت غطت الكرة الأرضية وين ما وجد الإنسان العربي. أعتقد ما في عربي اليوم ما شاهد مسلسل سوري أو فيلم سوري أو مسرحية سورية، بالعكس هم شاهدوا وتركوا انطباعهم القوي من أعمال سوريا. الحضور أشادوا بهذه الفعالية مؤكدين على أهمية تكرارها بشكل دوري في عمان وسوريا ونقل الفن العماني إلى سوريا لتعزيز الدور الثقافي والإنساني بين أبناء البلدين الشقيقين تجسيدا لعمق العلاقة بينهما. إقبال كثيف مع افتتاح فعاليات الأيام السينمائية السورية هنا في العاصمة العمانية مسقط، فرغم الحرب على سوريا نجحت السينما في إيصال الصورة الحقيقية عما تعرضت له البلاد من إرهاب خلال السنوات الماضية. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط.
متابعينا اكيد بصباحنا وفقرتنا التاليه تعنى بالعالم الكتابي، حيث اطلق اتحاد كتاب العرب احتفالا بمناسبه تشكيل الفريق الشبابي الثقافي السوري بالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتب اكيد وفريق كن مبتسما في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. وأكل الحديث أكثر حول الموضوع وحول الفعالية بسنا نرحب بجود الدمشقي مؤسس فريق 100 كاتب وكاتب. صباح الخير جود. أهلا صباح الخيرات. يسعد صباحك. أول شيء مبروك إطلاق الفريق. خلينا نحكي كيف تمت التحضيرات، كيف كان أكيد في جهود جبارة كانت وراء تأسيس هيدا الفريق، وخصوصا لما نقول شباب ثقافي سوري. نحن يمكن عندنا كثير مواهب وقدرات اليوم لازم نركز عليها ونسلط الضوء عليها. صحيح. أول شيء بعرفكم عن حالي، جود الدمشقي مؤسس فريق 100 كاتب وكاتب في سوريا. هذا الفريق التطوعي اللي انطلق من 4 سنين لليوم، احنا اتخذنا شعار، دائما هذا الشعار احنا بنردده، انه نحن لا نريد ان نستضيف مبدع في امسياتنا، انما نريد ان نصنع مبدع ونستضيفه. ولا نعني ان نصنع مبدع اي ان نخلق به الموهبه، الموهبه موجوده بكل شخص، ولكن نحن كنا نهيئ له هي الورشه الادبيه حتى تتبلور وتترصع وتزهو وتقدم الى المنابر. بعد تشكيل هذا الفريق لاربع سنين ومحاربه ويعني قصص كثيره، اخر شيء قدرنا انه نوصل، صعوبات كثيره كبيره، وصلنا لمكان انه اتحاد كتاب العرب امن بهذا الفريق وقرر انه يندمج، يعني نشتغل نحن مع بعض. اشتغلنا مع بعض وكان انجازنا هو كتاب سطور الشعر اللي توقع بيوم 1/10 واطلاق الفريق الشبابي السوري التابع لاتحاد كتاب العرب. شو الهدف من الفريق؟ الهدف من الفريق هو دعم المواهب الشباب. دائما المواهب الشابة هي مواهب محاربة. لماذا محاربة؟ لأنها مواهب يخاف منها صراحة. احنا أول ما بلشنا بالفريق من 4 سنين كان في موقف أدى إلى تشكيل هذا الفريق. فتنا على مكان من الأمكنة، مكان ثقافي، ألقينا، بعد ما ألقينا احنا كنا 3 شباب، فحدا من الناقدات الكبار بتقول انه انا بتمنى المرات الجايه ما اسمعكم، يعني انتم فيكم تمثلوا، فيكم تعملوا اي شيء بدكم اياه، اما الكتابه فلا. من هذا الموقف نحن قررنا انه ناسس هذا الفريق. فالهدف ردة فعل ايجابيه هون استغلته، يعني هي طبعا صحيح. هو كانت المفروض انها تكون سلبيه هي ونتحطم نحن، بس بسبب نحن هذا الموقف، يعني نحن بنتشكر كثير هذا الشخص يلي حفزنا انه نحن نشكل هذا الفريق. من هذا اليوم نحن صرنا نضم المواهب الشابة اللي ما في حدا يرعاها، ما في حدا يقدمها، هي ممكن تحارب بأي مكان من الأمكنة، فهي بتجي على الفريق بنحاول نطورها قد ما فينا حتى تطلع وتتقدم بشكل صحيح وقوي. لما نقول 4 سنين من الشغل والجهود مثل ما قلت المستمرة لتشكيل هيدا الفريق، وأخيرا اتحاد الكتاب العرب عمل احتفالية للاعتراف فيكم، خلينا نحكي عن هي ال4 سنين، قديش كان في صعوبات فينا نقول وعقبات؟ انت حكيت مثال موقف يمكن هو اثر فيك ايجابيا، بس لما نقول خصوصا 4 سنوات، يعني نحن عم نحكي عن 4 سنوات سابقات في ظل الحرب، فكان الوضع كمان بعتقد صعب زياده عليكم، في مجهود وعقبات اكيد تجاوزتوها لحتى وصلتوا لهون. طبعا انا بعتقد انه لولا هي الصعوبات ولولا الحرب نحن ما تشكل فريقنا ابدا. اليوم عدد اعضاء الفريق 1500 شخص. موجود 1500 شخص، هذول 1500 شخص هنا ما قدروا يكتبوا، ما قدروا يطلعوا مواهبهم الا بسبب الحرب، بسبب الشيء الواقع اللي احنا عم نعيشه، فبسبب هذا الشيء صارت تنضم الناس لنا. طبعا كان في صعوبات كثير كبيره، كنا وين ما نروح لا، انه ليش شباب؟ تجمع شبابي، شو بدكم تعملوا؟ شو بدكم تساووا؟ ممكن انتم تفشلوا، هي الجمله نحن كثير تعرضنا لها، انه انتم كشباب ممكن تفشلوا بشكل كثير كبير، فلا نحن ما بدنا يعني خلونا طيب نجرب، خلونا نفوت لعندكم مثلا اول بدايات. طبعا هلا كله تغير، بدايات مثلا نفوت على مركز ثقافي، نفوت على كذا، لا نحن عندنا تجارب قديمه اقوى، ممكن خلص هي الافضل ولا ايوه الى الاولويه، اما انتم لا. مع الايام لما الحمد لله قدرنا انه نثبت حالنا، صارت لنا الاماكن اللي كانت تطردنا او ما كانت تفوتنا صارت تنادينا لنفوت، يعني ونعبر عن الشيء اللي جواتنا. تمام. جود عم نشوفها على الشاشه فعاليه تعنى ايضا بالاطفال الصغار، خلينا نحكي اليوم انتم كشباب كيف عم يعني تعطوا هي ثمار القراءة أو ثمار الكتابة أو ثمار التثقيف بشكل عام للأطفال، لجيل الأصغر؟
طبعا نحن اذا حبينا عن جد نترك اثرنا لانه شعار فريقنا سنغدو رفاتا ويبقى الاثر، اذا حبينا انه نترك هذا الاثر فنحن لازم نبلش بالاعمار الصغيره. قررنا انه نروح على دور الايتام، نروح على المدارس الابتدائيه، المدارس الاعداديه، هذا كله كان ضمن نشاط يوم الشباب الثقافي. بيوم الشباب الثقافي قمنا باكثر من 15 فعاليه بجميع المحافظات، منا انه نحن نروح على مدارس، نروح على دور ايتام ونحاول انه نشتغل معهم ونطلع المواهب اللي جواتهم، وطلع مواهب رائعه جدا، مواهب تضاهي المواهب العالميه حتى، ولكن هي مواهب مدفونه، يعني حاولنا نحن نستخرج هاي المواهب لنقدمها وطلع معنا كثير شغلات. كيف بيتم رعايه المواهب؟ يعني لما نقول انه نحن بندور على هي المواهب مثل ما قلت بدايه حديثك، مو انه نستضيف مبدع، لا، ننسى فينا نقول خلق مبدع وندعمه ونستمر فيه. يعني لما نقول مركز ثقافي يعني عمل ندوة ثقافية وخلصنا. كيف بيتم رعاية هاي المواهب خصوصا الشابة؟ لأنه كثير من الشباب اليوم يمكن ما عم يلاقوا الدعم الكافي، وفي عندنا مخزون هائل من الشباب السوري فيه قدرات ومواهب وأبداع يعني نتفاجأ فيه ونسلط الضوء دائما عليه خلال رحلاتنا الصباحية وبنركز. كيف بيتم رعاية هاي المواهب؟ أي حد عنده موهبة حابب يتواصل يكون جزء معكم يشارك معكم؟ طبعا نحن النهاية انه يصل هذا الشخص على المنبر او على المسرح ويقدم. طيب ما هي الطريقة التي تؤدي الى وصوله معنا بالفريق؟ بفوز الشخص على الفريق. طبعا نحن معتمدين على الاكتفاء الذاتي، نحن فريق غير ممول، فريق تطوعي، كل الاشخاص اللي بتشتغل هي بتشتغل بشكل تطوعي. بداية كنت انا خريج ادب عربي، استلمت اول شيء مجموعة صغيرة من الكتاب، صرت دربهم، علمهم، اشتغل انا وياهم، كلياتنا نشتغل سوا، يعني مو انا هلا الاستاذ تبعهم، لا، نحن كلنا نشتغل سوا كفريق. ايوه كفريق، بس انا كان عندي الخبرة لاني كنت خريج ادب عربي، دربنا كلياتنا سوا، كوننا عيلة، طلعوا اول شيء هذا الجيل الاول من 4 سنين على المنبر، القوا، صار عندهم خبرة. مع الايام هدول العشرة 15 شخص هن استلموا مجموعات مثل اللي انا كنت مستلمها، وصار في مثل شجرة، كل واحد من هدول 15 درب 15 خلاه يطلع على المنبر وهكذا. ومنشوف نحن الشخص اللي عنده، نعمل دورة اعداد قائد، الشخص القيادي القوي اللي قادر انه يستلم هيك شيء فورا بنجيبه وبندربه وبنشتغل معه. والاشخاص العاديين اللي بينضموا لنا بنعمل عدة دورات سواء اونلاين او على ارض الواقع، كل شيء يعني موجود بالكتابة بيطوروا لهذا الشخص من نشاطات قراءة لحضور لكذا، نعطيها بكل شغف وحب، لانه احنا هذا الشيء نحن ما عم نتقاضى عليه اجر، وبالتالي هو حيكون شيء صادق. لما نشوف هذا الشخص صار قادر انه يطلع ويلقي ففورا نحن بنقدمه على المنبر. تمام. يعني مجهود شبابي اليوم عم نتابعه على ارض الواقع، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ولكن اليوم شو هي الثغرات، العقبات، من مين طالبين الدعم الاكثر لتوصلوا لاكثر شريحه، لتوصلوا يمكن لهدفكم، لحلمكم؟ مين المناشد اليوم، صوت الشباب، لمين يعني لمين هيك الجهه اللي حابين توصلوا لها؟ طبعا نحن اليوم بحاجه امر معين، نحن بحاجه جدا لهذا الامر، وما كان حدا يامن لنا اياه صراحه، اللي هو مركز صغير نقدر نحن نشتغل فيه دوراتنا. يعني انا كفريق 1500 شخص قدرنا الحمد لله انه نثبت بواحد عشر انه هذا الفريق هو فريق قوي جدا، قدر انه يعمل فعالية اعترف فيها اتحاد كتاب العرب وعدد من الجهات، ولكن هذا الفريق لحد اللحظة عم يدور على مكان، يعني رعاية صغيرة، مركز صغير نقدر نحن نعطي فيه هذه الدورات. كل مرة بنعطي دوراتنا بمكان، أحيانا نعطي بجنينة، أحيانا نعطي وين ما صحنا، يعني نحن مستعدين نحارب كل الظروف كرمال نصل لهدفنا إن شاء الله. فنحن نناشد، لما نقول تم اعتراف فيكم من قبل اتحاد العرب، ما كان في عملية تشاركية ضمن المقر أو ممكن المساهمه عبر، كمان فينا نقول لانه للاتحاد كتاب العرب فينا نقول بعض المراكز الصغيره في كثير من المناطق، ولا صح. ما كان مطروح، ولا ممكن بتكون لا دعم، عم نحكي عن جهه حكوميه داعمه اكبر، يعني هي بتكون علاقه تشاركيه بين عده مؤسسات فينا نحكي. صحيح. هلا طبعا اتحاد كتاب العرب مشكور، هو قدم لنا كل مراكزه وقال انتم ما تكون تعالوا تدربوا، ولكن نحن اليوم بحاجه انه يكون مكان صغير لنا نحن نقدر نعمل فيه كل النشاطات بأريحية. يعني نحن باتحاد كتاب العرب فينا نروح نعمل دورة، هن قدموا لنا هذا الشيء، ولكن يوم بيكون عندهم مثلا نشاط يوم، اما لما نحن نقدر يكون عندنا مركز فينا نعمل فيه كثير نشاطات، فينا نعمل كثير افكار جديدة، نجتمع كل يوم مثلا، نحن فينا بالاتحاد يعطونا يا يوم
بالاسبوع يومين بالاسبوع، اما الشيء اللي نحن ببالنا هو اكبر من هيك بكثير. ان شاء الله بتحصلوا عليه ان شاء الله. بالاضافه انه نحن كمان بالنسبه لترخيص الفريق كمان بنتمنى انه يعني يصير هيك في عجله ليطلع هذا الترخيص، انه له زمان وما كان يصل ل يعني لايدنا. ان شاء الله يا رب تحققوا يمكن حلمكم، يكون عندكم مركزكم الخاص. ومشكور اتحاد كتاب العرب لما نقول هيئ لكم الفرصه، وجميع يمكن بنقول النقاط والمراكز التابعه للاتحاد مفتوحه لكم، فاكيد يعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك، واكيد متابعينا بصباحنا. ولكن خلينا نروح لفاصل صغير ونتابع مع ضيفنا بختام صباحنا. اما هلا ليا بننتقل لمحطتنا الاخيره برحلتنا الصباحيه، ننتقل للحديث عن واقع مديريه التخطيط والتعاون الدولي، اهميه هي المديريه في وزاره التربيه بدعم الواقع التربوي والعمليه التعليميه، اهم الخطط الموضوعه حاليا للمديريه عمل على ارض الواقع. خلينا نحكي عن هذا الموضوع مع الاستاذ غسان الشغري مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزاره التربيه. استاذ صباحك واهلا وسهلا فيك. تحياتي لكم والإخبارية السورية. صباح الخير أستاذ غسان. يعني بالبداية حضرتك مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية، ما هي مديرية التخطيط والتعاون الدولي؟ بماذا تعنى؟ خلينا هيك نشرح أكثر لكل المشاهدين. أول شيء صباح الخير لكم الإخبارية السورية وللشعب السوري الكريم في انطلاق العام الدراسي الجديد والذي مضى على انطلاقته شهر كامل. مديرية التخطيط والتعاون الدولي هي إحدى مديريات الإدارة المركزية في وزارة التربية، وكما هي مديريات التخطيط والتعاون الدولي في وزارات الحكومية الأخرى. تدعم مديرية التخطيط والتعاون الدولي عمل كل مديريات ومراكز والجهات التابعة لوزارة التربية. لديها ثلاث دوائر أساسية الآن، وهي دائرة الإحصاء وكل الأرقام والإحصائيات التي تصدر في الجمهورية العربية السورية تكون في دائرة الإحصاء في وزارة التربية وبإشراف السيد وزير التربية مباشرة، وترسل إلى المكتب المركزي للإحصاء لاعتمادها وإصدار النشرات السنوية. لدينا دائرة التخطيط. دائرة التخطيط تعنى بعدة أنواع من الخطط. لدينا الخطة الاستثمارية وهي مشاريع وزارة التربية على مدى عام كامل، وهي ما تخصص له الموازنات والميزانيات من وزارة المالية والحكومة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي. لدينا الخطة الجارية وهي الرواتب والأجور وما شابه الأمور الداخلية في وزارة التربية، ولدينا الخطة الإسعافية أو خطة إعادة الإعمار. هذه نشأت أو يعني بدأ العمل بها منذ سنوات خلال الأزمة، وهي الخطة الإسعافية، أي لتأهيل ما تم تدميره بسبب الحرب الظالمة على بلدنا سوريا، والتي أتت هذه الحرب على المدارس. ومعظم الخطة الإسعافية أو خطة إعادة الإعمار التي رأسها السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة تعنى بتأهيل المدارس بشكل مباشر. لدينا دائرة التعاون الدولي وهي الدائرة الثالثة، دائرة التعاون الدولي وهي دائرة التعاون بين وزارة التربية والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية العربية السورية في إطار وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين. لدينا علاقات جيدة وممتازة خلال الأزمة. كان هناك حصار على سوريا كما تعلمون، وكان هناك صعوبة بتأهيل المدارس، فكان هناك توجه إلى التعاون الدولي، وهي مسؤولية إنسانية ومهنية ودولية من قبل المنظمات الدولية، لأنها تعنى بالجانب الإنساني والتربية هي جانب إنساني قبل أن تكون أي جانب آخر. لدينا الأعمال المكلفة بها مديرية التخطيط والتعاون الدولي بكل شيء يفيد أو يدعم أو يعزز، كما قالت السيدة وزير التنمية الإدارية، مديرية التخطيط والتعاون الدولي هي داعم لجميع مفاصل الوزارات. أستاذ غسان، يعني جهود كبيرة عم تقوم فيها المديرية. خلينا نحكي بعض الاستفسارات اللي وردتنا عن صرف التعويضات للولاء، فينا نقول الوكلاء المثبتين، تم صرفهم هنا بأي مرحلة؟ إذا فينا نقول المرحلة الأولى والثانية، وفي حال أحد المعلمين لم يحصل على تعويضاته، كيف بيتم التعامل معه؟ تماما. هذا الجانب هو تدريب المعلمين الوكلاء، وتم في العام 2020 في العطلة الصيفية لمدة 3 أشهر 60 يوم تدريبي، وفي العام 2021 كان هناك
60 يوم تدريبي آخر، وهو شرط من شروط حسب قانون تثبيت الوكلاء أن يتبع دورة لا تقل عن 6 أشهر يتبعها اختبار كتابي ومقابلة شفهية لتثبيت المعلم الوكيل. تم التعاون مع منظمة اليونسيف بالجمهورية العربية السورية ودعمت هذا المشروع كاملا. بعد التدريب الأول في العام 2020 بالعام في العطلة الصيفية بدأ صرف التعويضات الزملاء الوكلاء. الوضع الاقتصادي صعب واليونسيف لا يقصر. أنا أتكلم الآن بشفافية ووضوح. في العام الثاني حينما أتينا لصرف تعويضات الوكلاء يعني عن 3 أشهر الثانية تمت مواجهة يعني عقبات إدارية لنقل. نقول لليونسيف لماذا لا تحول المبالغ؟ هم يحولون المبالغ عبر الهرم لجميع المعلمين والمعلمين 15,000 معلم في المحافظات. يعني ظهر إشكالية بسيطة بأن المنظمة في سوريا لا تستطيع أن تحول إلى جميع وزارات الدولة أكثر من 100 مليون ليرة سورية شهريا، وهذا ما أخر. بس هذا قانونيا بسبب قانوننا ولا قانون؟ لا، هم جاهزون. المبالغ يعني موجودة لديهم. عقبة من عندنا يعني هي ليس من وزارة التربية. تم الاستفسار من اليونسيف، قالوا وفق مصرف سوريا المركزي يوجد يعني تعليمات أكثر من 100 مليون ليرة سورية لا نستطيع أن نحول. وتم عقد اجتماع رسمي مع السيد وزير التربية وفريق اليونسيف، وعقب الاجتماع تم رفع كتاب للسيد حاكم مصرف سوريا المركزي ووعدنا بحل الموضوع، لأن التعويضات والأموال يعني التمويل موجود لدى اليونسيف وفي حسابه، فقط أن يحوله إلى الوزارة. عم يفقد قيمته كلمة أخر حين نقول تماما يعني، وبعد ما يقارب سنة يعني أنا كمدير للتخطيط والتعاون الدولي يعني أنا قيل لي عدة مرات يعني لماذا لا تصرف تعويضاتي؟ يعني ما المشكلة بيني وبينك أو بينك؟ بس معقول هي بيروقراطية؟ أنا يعني لا أستطيع أن أرد، لكن أنا الآن أرد على الهواء مباشرة. تمت معالجة الموضوع وصرفت وأحيلت جميع التعويضات الوكلاء المرحلة الأولى والثانية، فقط تبقى من لم يعني الجوال أو الموبايل، لأنه يرسل الهرم حوالة يعني رقم إيصال حوالة أو رسالة نصية، فمن تغير رقم هاتفي أو موبايلي الآن نستدرك هذا الأمر، وهم بالعدد ليس الكثير، لكن يعني معظم يعني أكثر من 90% استلموا تعويضاتهم في المحافظات. طبعا عولج الموضوع، ولكن أنا أقول لو اليونسيف أو أي منظمة أخرى، سوريا في حصار الآن، في حصار اقتصادي، في حصار تربوي، نحاصر تربويا، نحاصر فكريا، لماذا لا؟ إذا كان هذا الأمر يعود على المجتمع ويضخ أموال في المجتمع ومن حساب من جيب المنظمة، لنسمح لهم. يعني أنا لست اقتصادي ولست خبير تحليل مالي، لكن هو يريد أن يعطي معلم يعني 60 يوم تدريب، يعني دفع المعلم الوكيل يعني إجور الطرقات بدون الأكل والشرب مبالغ كبيرة. صحيح. وهو محق جدا، وأنا أشد على يده، يجب أن يتلقى التعويض ولا ينتظر لسنة أخرى بسبب إجراءات إدارية أو لا يسمح أو يسمح. يعني أنا لست خبير اقتصادي، لكن أتمنى على يعني مصرف سوريا المركزي أن يصدر تعميم إذا كان من المنظمات الدولية وتأتي الأموال إلى سوريا في وقت الحصار أن يوزع التعويضات، يعني كل شيء مكتوب ومحسوب في جداول. يعني تيسير الأمور وال يعني التعاون يعني بين بعضنا لحتى تيسر. نعم الأمور. نعم. أستاذ غسان، خلينا هيك ننوه على فكرة، يعني أكيد في جهود، أكيد في تخطيط، في خطط طرحت، في خطط تدرس، ما زالت يمكن هي عم تتعالج على الورق فقط، ولكن اليوم يعني في خطط ضمن يعني الوزارات جميعا انه نحن دائما نستبدل الطاقه البديله. اليوم ليش نحن ما بنطلب خلال الخطط وضع الواح طاقه شمسيه للاضاءه، يعني لحتى شوي هيك نيسر امور المدارس؟ نعم. بسوريا هل
يعني هل طرحت؟ هل هناك طروحات؟ قيد الدراسة ممكن؟ قيد التنفيذ؟ خلينا هيك نعرف، خاصة هلأ صار في شيء اسمه توقيت صيفي تحت راية أنه مشان الطاقة البديلة. اليوم المدارس وين من الطاقة البديلة؟ شكرا على هذا السؤال الهام. في 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 من خضم الأزمة يعني يكون هناك الإبداع يعني، لكن هناك حاجة الآن لابد من تلبية الاحتياجات. يعني لفت انتباهي إلى الخطط، خطط الوزارات وخطط وزارة التربية. أنا أود أن أنوه قبل الإجابة على السؤال، تم إعداد خطة متوسطة المدى للتعليم لمدة 3 سنوات، وأطلقت العام الماضي وهي عام 21-22-23، ويتم العمل على التنفيذ. ووزارة التربية خلية نحل تعمل ليل نهار. يعني لدينا يعني السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في كلمته التوجيهية للفريق التربوي بعيد المعلم أعطى توجيهات، وبناء على توجيهات سيادته وضعت يعني خطة تنفيذية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعيد المعلم وفق 7 محاور. وزارة التربية يعني النقطة الإيجابية والتي تحسب لوزارة التربية هي المرونة وفق الظروف، ولأن الأزمة تعلمنا من الأزمة الكثير صراحة. الآن كل المدارس التي تؤهل من قبل المنظمات الدولية يتم وضع الطاقة الشمسية عليها، يعني تطلب المنظمة أن يكون هناك موافقة، ولا بل نحن نطلب، يعني بالعكس يعني نحتاج أن يوضع على سطح المدرسة. لدينا من الجانب الحكومي منذ شهر تقريبا كنا في وزارة المالية ونناقش الموازنة الاستثمارية، الخطة الاستثمارية لوزارة التربية، وطلبنا أن يكون هناك يعني طاقة بديلة، وهو توجه حكومي، ووافقت بمبالغ وفق المتاح. يعني نحن نطلب على سبيل المثال 300 مليار ليرة سورية يخصص لوزارة التربية، 50 مليار على سبيل المثال. يعني نعمل بالطاقة 50 مليار تكلفة الطاقة بالمخصصات لخطط خطة الاستثمارية لجميع وزارة التربية يعني الإدارة المركزية. يعني لدينا تحدي كبير في التمويل. يعني نتمنى أن يكون على أسطح المدارس طاقة بديلة، نتمنى أن نستخدم طاقة الرياح أو أي خلال طاقة خلال المراوح تماماً. يعني هي الطاقة نعم. هلأ كثير مهمة نعم، يعني لكن لنكون واقعيين تحتاج إلى تمويل ومكلفة، ووفق ما يأتينا من الموازنة العامة في الدولة تخصص به وزارة التربية، خصصت 54 مليار و500 مليون هذا العام، يعني العام القادم، يعني نقول الآن إلى العام 23. نحن مع الطاقة البديلة، نتمنى أن يتوفر التمويل والدعم، نطلب من جميع المنظمات الدولية الشريكة مع وزارة التربية تأمين الطاقة البديلة لجميع المدارس التي تؤهل. يعني نحن مع الفكرة، لكن طبعا يتم التنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء، وهم يعني مسؤولون عن صحيح. يعني هذا الجانب. وهي مو بس انه نركب الواح، هي في الى تمديدات، في الى عطلة، الى الواح بديلة، تصليح كمان، يعني في شيء لازم يكون قيد يعني الدراسة. الطاقة البديلة كمشروع متكامل. انا كطفل في الصف او في العام الدراسي يوجد يعني ايام تغيب الشمس الساعة 4 عصرا، فنحتاج إلى الكهرباء. يعني هي حاجة، يعني لم تعد نقوم بإبداع شيء، هي الحاجة، يعني بدأت الحاجة الماسة. ويعني نتمنى تخصيص وزارة التربية يعني أكثر من المخصص لها. يعني وزارة التربية يعني عليها جهود كبيرة. لما نقول مديرية تخطيط وتعاون دولي، ذكرت يعني العديد من الخطط بتقوم بدراسته وتنفيذه على الأرض الواقع حسب الدعم. يعني إذا بدنا نحكي قديش هون في مجهود وعبء كبير عليكم. يعني لما أقول أنا جاهز فيني أعمل دراسة وأعمل عملية تخطيط كاملة من الألف إلى الياء، لكن أنا ممكن عندي لما أقول أنا مخطط 21-22-23 وأنا ما نفذت غير خطة 21 بسبب عدم الدعم المادي. هون كمان هي مشاكل تراكمية، بدل ما أنا أنجز بيكون في تأخر بعملية على أرض الواقع. هون كيف
تعالجوا هي الأمور، يعني مو فقط وزارة التربية أو فينا نقول وزارة المالية هي المعنية، يمكن جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية لازم يكون في تشاركية كبيرة معكم اليوم. نعم، حقيقة ما تقولينه هو صحيح وصائب 100%. نعاني منه بشكل يومي. لدينا خطط، يعني التربية بخير، أولا التربية بخير في سوريا، والعملية التعليمية تسير نحو الأفضل. يعني مررنا ببعض الأيام الصعبة وأيام عجاف في الأزمة، ولم تتوقف العملية التربوية يوما، وهذا يشهد لسوريا يعني حكومة وشعبا وكادر تربوي. لكن التحديات تنفيذ الخطط يعني هي تحديات مالية، كيف نقوم بمواجهة تلك التحديات؟ بداية الخطة الإسعافية تدعمنا يعني الحكومة عبر لجنة إعادة الإعمار. الآن يوجد هناك عودة أو إلى للأهالي إلى منطقة المعرة التابعة لإدلب. لدينا حاجة لألف مقعد مدرسي، ليس لدينا مقاعد مدرسية في وزارة التربية، كل المقاعد تم توزيعها، لكن مباشرة حالما سمعنا الخبر تم التواصل مع جميع المنظمات الدولية في سوريا. حالة إسعافية، أطفال يأتون، نحتاج إلى مقاعد. لجنة إعادة الإعمار الخطة الإسعافية تدعمنا مباشرة بتأهيل المدارس، ليس أن تكون يعني مدارس كالمسلمة حديثا، إنما لتستوفي الشروط الأساسية تماما. فلدينا المجتمع المحلي، يعني المجتمع المحلي إن أخذ دوره في سوريا والعمل التطوعي هو إنجاز كبير جدا، يؤثر حتى على مستقبل البلد نحو التشاركية. لدينا بعض المغتربين الكرام السوريين المحبين للوطن وللبلد يقدمون ما يستطيعون. الدولة لا تقصر إطلاقا، ونعرف أن هناك حصار وأحادي الجانب تعسفي، لكن لا يمكن لوزارة التربية أن تبقي طفل خارج الصف. يعني لدينا تحديات، ورغم التحديات الكبيرة يوجد استمرارية للعملية التربوية. تم توزيع الكتب المدرسية على جميع الأطفال السورية. قد يكون هناك مدرسة لم يصل إليها كتاب الإنجليزي أو الفيزياء أو الكيمياء، يحتاج إلى متابعة مع مستودع الكتب المدرسية. هو وقت قصير يمكن ورح يوصل. أستاذ غسان، يعني قبل ما يداهم من الوقت، خلينا نحن هيك شوي حكينا عن الطاقة البديلة، حكينا عن مقاعد الدراسة، عن الكتب، وحكينا عن الخطط والتعاون مع الوزارات أيضا ومع المؤسسات أيضا. خلينا هيك نركز شوي على مستوى التعليم بسوريا. يعني دائما ضمن عمل وزارة التربية هناك تطوير بالمستوى الدراسي، تغيير منهاج بما يتلائم مع التطورات العالمية أو على المستوى العالمي اللي عم تطرأ علينا. اليوم خلينا نحكي عن المستوى التعليمي بسوريا، ونحن يعني كجهات يعني كل شيء عم يعني ناخده يعني من الجو المحيط أو إن كان عالميا، كيف عم نقدر نطبقه بداخل سوريا رغم الظروف ورغم كل الثغرات يلي عنا؟ يعني هذا ما يتحدث به المجتمع وأولياء الأمور بشكل خاص. لدينا مناهج تضاهي أكثر المناهج العالمية تقدما. أنا كنت خارج سوريا ودرست خارج سوريا لسنوات عديدة وعدت بال 2020. المناهج السورية تضاهي بل وتتقدم على المناهج الأخرى، تتضمن المعلومات والمفاهيم والمهارات والأنشطة بكافة أنواعها، تلحظ جميع مبادئ القرن، مفاهيم ومهارات القرن 21، وتراعي مفاهيم اليونسكو ومبادئه. اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، للتربية والثقافة والعلوم، وهي الأمم المتحدة لشؤون التربية بالنسبة لسوريا أو العلوم أو الثقافة نعتبرها. حينما نلحظ ونتوائم وننسجم الأمور بخير. الآن نأتي إلى التعليم، إلى تحويل المنهاج إلى الطفل. لدينا مناهج مطورة بحاجة إلى تدريب
يتناسب ويتوائم لنقل محتوى الكتاب المدرسي أو المنهاج إلى الطفل. تقوم وزارة التربية بتدريب كادر يتألف من 270 ألف معلم ومعلمة يعملون في المدارس. وزارة التربية تقدم الاستطاعة القصوى للتدريب وتحديث المهارات التدريسية وطرائق التدريس والإدارة الصفية والمفاهيم العلمية للمحتوى العلمي للكتاب. لكن حوالي 300 ألف معلم ومعلمة أحيانا بحاجة إلى دورات أكثر، بحاجة إلى دعم أكثر، لكن الأمور بخير تسير. لدينا المنصات التربوية نعطي دروس عليها واستفسارات. لدينا الفضائية، لدينا 5 منصات تربوية: منصة في طرطوس أونلاين، منصة في حماة، 3 منصات في دمشق، ومنها منصة الطفولة المبكرة، والآن يوجد خطة لمنصتين تربويتين. لدينا الفضائية التربوية السورية تعطي دروس على مدار الساعة وأنشطة تعليمية وحوارات وندوات. وزارة التربية أو المعلم بنفسه في الصف لا يستطيع أن يوفي ويكفي عملية التعلم المجتمعية. يعني بدأ التعلم الآن، المعلم يوجد معلومة يعطيها للطفل في الصف، لكن الطفل لديه 10 معلومات من الإنترنت. هناك مصادر المعرفة متنوعة ومتشعبة. نحن نعزز ونحفز المعلمين والإداريين على تنويع آليات التعلم لديهم، ليس فقط الكتاب المدرسي، حتى يتوائم مع الطفل، وإلا الطفل لن يهتم بالدرس لا سمح الله أو شيء. والتركيز على الأكسنت، يعني باللغات الأجنبية. اللغات الأجنبية كمان، يعني هي كثير مهمة، إنه دائما يكون في كورسات تطوير لمدرسينا، يعني هن لا يعلى عليهم، بس إنه في بعض الأحيان أو ببعض الأماكن أو ببعض المراكز بيكون شوي اللفظ، يعني حقيقة أنا كوني مختص باللغة الإنجليزية ودرست يعني واختصاصي، أعطي نصيحة للتربويين في سوريا المختصين باللغة الإنجليزية أو أولياء الأمور أو الأطفال. أنا عشت في عدة دول ومنها الصين، عشت لأربعة سنوات كنت أدرس هناك. الصينيين لا يعرفون اللغة الإنجليزية، يبدأون بالاستماع إلى الكاسيت أو إلى السي دي باللغة الإنجليزية، يتلقى النطق السليم واللكنة السليمة باللغة الإنجليزية من المتحدث الأصلي للغة الأم. ما نتعلمه الآن في مدارسنا وفق ما يتحدث به المدرس أو أسمع المدرس. إذا حصل الطفل على سي دي أو على كاسيت أو على تسجيل على الموبايل أحيانا، يستمع فيكتسب اللغة. صحيح. وتكون مفتاح للنجاح له في حياته. ما إن اكتسب اللكنة أصبح يتوق إلى التحدث، يعني يريد أن يظهر نفسه، لكن حينما يتحدث ولكنة غير صحيحة يشعر بالخجل والخوف من الخطأ والإحراج من الناس. أكيد. وتؤثر على نفسيته في عملية تعلم اللغات بشكل خاص. الآن لدينا الخطة، خطة التدريب السنوية في وزارة التربية، مديرية الإعداد والتدريب، تدرب المعلمين والمدرسين والمرشدين النفسيين والاجتماعيين والكوادر الإدارية، مدير مدرسة، أمين سر، الكوادر التعليم الأساسي والثاني، ولدينا التعليم المهني والتدريب. لدينا خطط تدريبية مستمرة، والآن أكيد. والآن لدينا مع المنظمات الدولية وخلال العام الدراسي، ليس فقط خلال العطلة الصيفية. صحيح. ورش تدريبية مستمرة، يعني مجهود كبير عم تقوموا فيه ضمن المديرية، الخطط وورشات يمكن وجهود جبارة على أرض الواقع. فتحية لكل الكوادر اللي عم تشتغل معكم، لكل العاملين في وزارة التربية ولكل المعلمين السوريين، لأنه مجهود جبار عم يقوموا فيه. وأكيد بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا أستاذ. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك أستاذ غسان الشغري، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية. موفقين. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى لكم بقية نهار يكون مثل ما بتحبوا، مثل ما بتتمنوا. نهارك سعيد موت. نهارك سعيد ليا. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. نتمنى هالنهار يحملكم كثير من الخير والبركة والرزق والانفراج لكل الناس. إلى اللقاء.